اوعوا تطمعوا الشباب فيكم. اسالوا نانا، الشاب من دول تسيبي له ايدك يمسكها يلعب لك في شعرك مسجات وهق ومق، وبعدين يقول لك الله عليكي وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع على المحظور وتاخدي استماره سته. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البت مؤدبه ملهاش تجارب، جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالوني انا، انا قديم والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البت تحبك، حب البت تكرفك. البت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقول لك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقول لك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت اتثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزه الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول له يا بابا جوزهولي، ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي، القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي اشد البنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصدي يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك. يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده، هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء. وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقاطعه. وبعدين انت كشف ولا استشاره يا مشمش؟ يا عم خش بقى ظريف، فاهم ايه؟ طيب لا ضرب، لا ضرب، لا كفايه. انت بقى اللي نفسك. ده انا هقطعك واشفيك. ارمي الخروفين في الثلاجه يلا. كنت تقولي ان ابوها جزار؟ يا عم يعني اللي ابوها جزار بتتختم؟ يا معلم احنا غلطنا بس يعني رد الفعل ده مش عاطفي. عاطفي؟ ليه؟ شايفني ببيع الورد في الفالنتاين؟ نهارك جملي وليلتك مفرومه بالصلاه على النبي. نولي السطوره بتولي. يا معلم سؤال بعد اذنك لو سمحت، هل ممكن بعد ما تضربونا تدونا كيلو لحمه ضاني؟ ايوه اوي من عينيا. ماشيها مخاصي. لا قربني ما يضربش، انا بس اللي لطشه. هم فاكرين نفسهم ايه؟ عشان هم جزارين لما احنا فريسه؟ لا يا حبايبي لا، ده احنا لحمنا اغلى بكتير قوي من المفتكر المعفن اللي بيبيعوه. ولا لحمنا غالي ولا اوام كده رخص خلاص. اهدي بس يا طارق، خناق على الناس دي عمره ما يجيب نتيجه. لا يا حبيبتي لا، انا ده بيفور كل ما افتكر ان الواد كانوا بيضربوه بيلطشوه. سيد ده انا بس اللي لطشه، ده واد حساس ومتربي ما بيحبش الاقلام، مش زي الشحط ده. خلاص سيبوها، انزلي انزلي اللي بتوع المفتك الميت يا ام قلب ميت. المشاكل ما تتحلش بالطريقة دي، عمر الخناق ما بيجيب نتيجة. وبعدين يا ابني انت ضربت سمعة البنت في مقتل. نفترض ان هي نازلة تجيب علبة صلصة او كيلو مكرونة مقصوصة من عند البقال، وطلع لها واحد عاطل عن العمل وقال لها نفسي يعني انت كان المفروض تبقى ألطف من كده، تغني لها مثلا تخنوم، فاتك نص عمرك اللي ما شفته مصر، اكدب عليك اكدب عليك كتير، اكدب عليك 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 اكدب عليك. لو قلت بحبك لسه
مسامي لي نفسه قال السيد العاطفي. طبعا اداره الاكاديميه ولا هي هنا، وده ما يرضيش حضرتك. صدقيني شبابنا في خطر، وده تحريض الشباب على المسخره وقله القيمه. انت قاضي اللي قلت البنت بتاعتي تكرفني وتديني على دماغي؟ اعوذ بالله يا باشا، ده انا لا عشت ولا كنت. امال مين؟ انت قاضي؟ العفو يا باشا، العفو، ده انا حتى اخرس. امبارح قريت جواب من اللي كاتبهم، ما عرفتش انام طول الليل. جسمي اشعر من الكلام اللي زي الرصاص. اتفضلي حضرتك. تأكد إن أنا هكون في منتهى الحزم والقسوة.